الآن مع الأسف صار عندنا محور إيراني واضح في المنطقة له أجندته، لكن من هذه الدول التي يمكن أن يعول عليها هو تركيا، مشروع مستقبلي من مع الأتراك، مع الدول العربية التي تريد مساعدة الشعب السوري، لكي نستطيع أن نخطو العتبة نحو الدولة التي نحلم بها جميعا، دولة وطنية، عدل وحرية ومساواة وإخاء، وليس إلى حالة من الدولة الفاشلة كما يقولون، الدولة المنهارة. الدور التركي أساسي واستراتيجي لأسباب كثيرة، طبعا أبرزها الوضع الجيوسياسي لتركيا. تركيا دولة جارة، حدودها مع سوريا حدود ممتدة وطويلة، والشمال السوري كله منفتح عليها. إذن يمكن أن يكون لتركيا، للعربية السعودية، لدول مجلس التعاون العربي، لمصر بغض النظر عن وضع مصر الحالي، أن يكون لكل هؤلاء دور حقيقي في مساعدة السوريين على تجاوز العقبة التي يتصدون لها. اسمح لي أن أخذ مجموعة من الأسئلة والمداخلات لمشاهدينا معي عبر الهاتف. إبراهيم من السعودية، تفضل يا إبراهيم. أتمنى فعلا أن يكون هناك أسئلة واضحة ومحددة لضيفنا هنا في الاستوديو. تفضل إبراهيم. السلام عليكم أستاذ جمال. وعليكم السلام ورحمة الله إبراهيم، تفضل. الله يبارك فيكم يا أخي وزملائكم وقناتكم وضيفك الكريم. لا أحر التعازي من قلبي، من قلب أي عربي وأي إنساني للشعب السوري الكريم. حياك الله يا أخي. الذي تولاه الظالم، هذا الظالم، هذا مو هو النظام، الظالم الإرهابي المفروض هذا يسمى. لماذا تسمونها النظام النظام؟ كيف إنسان يقتل بالطيارات ينزلها على البيوت مع الأطفال مع الدنيا ولا تتكلمون الظالم الإرهابي النظام؟ أنتم لما تقولون النظام هذا تبررون موقفه يا أخي. ذيك اليوم واحد من أحد القنوات الجعفري الشارع الجعفري يتكلم على واحد هو مقابلة مع العربية ويقول احنا ما نقصي احد، قال بمجلس الامن يقوم قناة الفلانية استضافت ارسال ارهابي على مسمع العالم كله. يعني انت يا الجعفري تضرب الطيارات والبراميل تهدم البيوت وتقتل الاطفال. شكرا، واضحة مداخلتك يا ابراهيم، شكرا لمشاعرك، شكرا لك. ابو صايل من السعودية ايضا، تفضل. خير أستاذ الكريم. أهلا بك يا أبو صايل، تفضل. مساء الخير لأستاذنا الكريم ضيفك. حياك الله يا سيدي. أهلا بك يا أبو صايل. سالم، وأنا من زمان ما كلمتكم لكن للخطوط. أهلا بك يا أبو صايل، تفضل. ملاحظتي عندي مشاركة، المشاركة الأولى أو النقطة الأولى هو التحرك. أنا سبق أني كان لي ملاحظة وأبديت الأستاذ زهير سالم، وهي تحرك يعني أعضاء الأخوة في التنسيقيات في سوريا أو المنظمة الجديدة، ذكروني باسمها، الائتلاف الوطني لقوى الثورة. أحسنت، التحرك الدولي. هناك دول ما زالت يعني في ضربة هذا المجرم مترددة كما أسلف الأستاذ زهير. أنا ودي يكون هناك تحرك أكبر وأعظم. أنا شو التحرك ضعيف إقناع تلك الدول، ودي يكون هناك تحرك يعني يتناسب مع الحدث، مع هذه. واضحة جدا هاي المداخلة. الأمر الثاني يا أخي، ما وضع الأخوة في بلاد الشتات؟ أنا أشوف في إهمال من قبل الائتلاف. أنا جاءني اتصال من أخوة مجهولين يعني يعانون أشد المعاناة، يعني هناك بعض الدول لا يسمح لهم بالدراسة، لا يسمح لهم بالعلاج، من فين يجيبون الفلوس؟ أنا ودي يكون هناك قادة الائتلاف وأفراد أن يعني يكون هناك تنسيق مع الدول جزاها الله خير التي استقبلت السوريين سواء مهجرين أو ودور لرفع معاناة السوريين في الخارج. ونحن أيضا نشد على يدك في هذا السؤال. واضح جدا يا أبو صايل، شكرا لك. محمد من موريتانيا، تفضل يا محمد. فقدنا محمد للأسف من موريتانيا. محمد من فرنسا أيضا، محمد تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على هذه القناة ديالكم الحرة، والسلام لضيفك. وعلى كل حال نطلب منكم تسمحوا لي اللغة ديالي العربية شوية تخيلة، تفضل. هذه أولا. ثانيا يا أخي، هذه 10 أيام
تكلمت معكم من بعد هذه الضربة الكمامية، وأنا قلت لكم إنه اللي عمل هذه العملية الجريمة هو اللي استفد منها، واللي استفد منها ما هو النظام، ونحن مع النظام. يا أخي هذه الضربة اللي غادي يديروها الكفار ما هي ضد النظام، هذه الضربة راهم غادي يضربوا إخواننا السوريين، وهذوك الطوار اللي يقول لك احنا غنديروا الطورة ما يضربوش سوريا، يضربوا إخوانهم، هذه ماشي طورة. كولومبيا عمرو ما هذوك الفارك ما ضربوا قنبلة. يعني أنت يا محمد ترى بأن المستفيد من الضربة من وجهة نظرك هو ليس النظام السوري، هل هذا صحيح حتى نفهمك؟ من المستفيد إذن؟ شكون يستفيد منها؟ من؟ يستفيد منها إسرائيل، غادي ينقيو لها، غادي يخفوا منها من السلاح السوري. طيب إذا غير باش يضربوا تجيهم ضربة إسرائيل جهة. طيب يعني إذن اسمح لي يا محمد، إذن أنت أيضا بنفس المعنى حتى نفهم، أنت تبرئ أيضا النظام من كل الضحايا التي سقطت خلال عامي الثورة السورية وتقديراتها بمئات الآلاف، أيضا هو بريء منها من وجهة نظرك؟ ولا فقط هذه الحادثه؟ لو كان مع هذوك الطوار داروا هذاك الشيء ما يكونش هذا كاع هذا القتيله. الطوار هما هذوك ماشي طوار، هذوك راهم ارهابيين ضد سوريا، ضد الشعب. وضد وجهه نظر النظام ماشي مليح، كل الدول العربيه لابد ان شاء الله بالتالي. طب يعني هم الثوار هم اللي قتلوا حالهم خلال العامين. الطوار عندهم يقسم يديروا حاجه اخرى، مش هذوك ماشي سوريين، هذوك اللي يقولوا احنا طوار. طيب شوف واضحه يا محمد، حتى اسمع ان شاء الله رد من الاستاذ زهير. ابتسام من النمسا تفضلي يا ابتسام. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا وجهه نظري بالنسبه للضربه الامريكيه الموجهه لسوريا، انا اعترض تماما، ولو اني مصريه ماليش دعوه، يعني ما تدخلش في راي الشعب السوري، ولكن انا اعتقد ان هدفهم فقط القضاء على ما بقي من سوريا. نظام بشار الاسد نظام داني مجرم بجميع المقاييس، ولكن هذا لا يعني ان نتدخل بقوه عسكريه من امريكا ومن الغرب لمحو هذا الشعب كما فعلوا في افغانستان وفي امريكا وبالتالي يا ابتسام. طيب وبالتالي يا ابتسام انت تخيلي نفسك انت تخيلي نفسك مسؤول غربي ورأيت تلك الجريمة التي قام بها نظام الأسد، وقلت بأن هذه الجريمة باستخدام السلاح الكيماوي لن أسكت عليها وسأعاقب هذا النظام. هذا المسؤول الغربي، اسمحي لي، بغض النظر ماذا في مآلات وتحليلات واحتمالات ونوايا إلى آخره، هل نقول له لا عيب هذا الكلام، لا تقله، لا نريد أن نعاقب الأسد؟ لا، المفروض معاقبة الأسد بكل الوسائل، ولكن مش أمريكا. أمريكا ما بتخشش بلد إلا ما بتدمرها عن بكرة أبيها. من عليها يعاقب الأسد برأيك يا ابتسام؟ لا، هم ممكن يساعدوا المقاومة الداخلية، يدوها سلاح، يعملوا عملية استخباراتية يقضوا عليها على بشار الأسد، ودي مش بعيد عليهم، يديهم في كل حتة ويديهم في كل مكان. يعني تدعيم الثوار ودعمهم عسكريا حتى هم ينتصروا بمعركتهم على الأسد. وجهة نظر واضحة يا ابتسام. عزام ألمانيا تفضل يا عزام. السلام عليكم يا أخ جمال. تفضل يا عزام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولجميع القناة الحوار ومشاهدين ومستمعين، وتحية للأخ زهير المواطن. حياك الله يا أخي، أهلا بك يا عزام. أنا بعتقد هو عنصر المفاجأة طبعا، يعني طبعا راح، يعني عنصر المفاجأة بالنسبة للضربة. أما إذا كانت الضربة ضرب المطارات وضرب الطائرات وضرب شبكات الصواريخ وضرب السيطرة والتحكم، راح يكون طبعا نتيجة منيحة. أنا متأكد الجيش الحر عند الضربة سيدخل دمشق، سيحتل دمشق إن شاء الله. أما السؤال للأخ زهير، الآن لماذا الآن بدأوا أن هم يقرروا الضربة؟ لماذا من سنتين وهو النظام هذا استعمل الأسلحة الكمامية عدة مرات؟ أليس هم كانوا موافقين على تدمير سوريا من الأول، وبعدين الآن قرروا يخشوا لمصلحة الكيان الإسرائيلي؟ طيب وإذا قلنا الأول. لك نعم، يعني نعم ممكن، هذا ممكن، وماذا بعد ذلك؟ والسؤال الثاني اللي أقصده هنا، سؤال هناك في تداول وبيحكوا في الكلام، وهذا أنا ما بصدقه، أن هناك عناصر من الجيش الحر تتعالج عند الكيان الصهيوني، وهذا أنا بكذبه. أنا عايز الأخ زهير يحكي بالموضوع هذا. طيب شكرا لك يا عزام. أبو بشير السويد تفضل يا أبو بشير.
تفضل يا ابو بشير. يا اخ جمال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ضيفك الكريم استاذ زويل سالم. حياك الله يا اخي. تفضل يا ابو بشير. الله يزيد فضلك يا اخ جمال. اعتقد يا اخ جمال الضرب ما له فائده نهائيا. من وجهه نظري. لماذا؟ لانه النظام الضربه هي بالعبره بالضربه بالمفاجاه يا اخ جمال. هناك نظام نقل بعض الآليات وبعض الأسلحة الثقيلة وبعض الجنود ودخل إلى المدارس وإلى ولكن يا أبو بشير هل تعتقد بأن رادارات والأقمار الصناعية للولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل وتجوب وتعبر الكرة الأرضية ليل نهار يعني هي غائبة عن هذا الاحتمال؟ ألا تعلم بأن الأسد سيحرك هذه القطعات؟ هذا أولا. وثانيا هل هذه القطعات هي من السرعة بمكان بأن يستطيع النظام نقلها خلال 24 ساعة؟ كلها معدات إما صواريخ أو إما مدرعات ودبابات تحتاج لوقت طويل جدا حتى تنتقل وتكون مكشوفة، ربما مكشوفة جدا للرادارات وللأقمار الصناعية. أخ جمال لما تفضلت حكيت هذه التحركات اللي حكيت عنها هذا الطيران له الدور فيها ولكن الصواريخ بعيدة المدى بدها تضرب مراكز وهالمراكز فيها معتقلين بالآلاف الموجودين تحت الأرض بالآلاف موجودين عند الأمن والمراكز يا أخ جمال بدليل أنه القوات والأمن خرجوا بالمستشفيات والمدارس ودخلوا بين المدن. هذا النظام خبيث يمكن هذه نعم هذه الزاوية تم تداولها فعلا أن قيام النظام بنقل عدد كبير من المعتقلين إلى مراكز أخرى واستخدامهم كدروع بشرية. سأطرح ذلك على ضيفي هنا الأستاذ زهير سالم. شكرا لك يا أبو بشير. على كل حال أستاذ زهير الأسئلة التي وردتنا، أبو صايل يقول لماذا نفس اللوم، لماذا يتأخر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عن حشد الدعم الدولي لأي عمل لمعاقبة النظام السوري ويترك المجال لبوتين في أن يقنع دول كانت محسوبة حليفة للشعب السوري بل في مقدمة أصدقاء الشعب السوري؟ يعني هو المشكلة أنني هنا لا أستطيع أن أجيب عن الائتلاف لأنني ليس لي يعني علاقة مباشرة بالائتلاف، لكن أنا أتمنى، أنا عندما كنت أتحدث وذكرت لك أن الحضور الفاعل هو المطلوب ليس فقط من قيادة الائتلاف وإنما المطلوب من قيادة الائتلاف، من جسم الائتلاف، من قيادة كل القوى والهيئات السياسية الموجودة على الساحة السورية. الناس عندما ترشح أنفسها وعندما تحتل موقع الصدارة ويكون لها دور عليها أن تؤدي الدور حق. وأنا أعتبر أن هذا التساؤل مشروع، كل السوريين يفتقدون هذه الأدوار لمنظمات ولقوى ولجماعات ولأحزاب وبالنتيجة للائتلاف الوطني الذي سأل عنه الأخ أبو صايل له شقين وعلى الشق الثاني أيضا الشق المعاناة التي يعني اعتدم لها القلوب معاناة عندما يكون هناك في كل مكان سوري. هل كان بإمكانهم بأن يقوم بأكثر مما يعني على يعني الأقل أنا لا أستطيع إصدار التقارير؟ أنا تصلني يوميا من أنا لا أستطيع أن أزعم التقارير عن معاناة السوريين أنا لا أستطيع أن وكل تصريح يوميا أستاذ زهير، يعني نقول فقط للحق بأن كل تصريح سواء للائتلاف أو لهيئة معارضة يتحدث عن المعاناة المؤلمة للناشئين السوريين في كل مكان. وأنا أريد أن أقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنا أقول بأن الائتلاف وكل قوى المعارضة السورية ليس بوسعها أن تغطي كل الخرق، ولكن أقول في نفس الوقت بوسعها أن تؤدي أداء أفضل من هذا الأداء. إذا لم تكن تستطيع إسعاف الجميع بالجميع أو بكل شيء يمكنها أن تسعف أو تسعف عدد أكبر من السوريين ولو بحد أدنى من المساعدات. القضية تحتاج إلى متابعة، إلى تنظيم، إلى حسن إدارة، إلى حسن صرف الموارد، إلى حسن توظيف الموارد. كل هذا هو جزء من عملية إدارة الثورة وإدارة المرحلة. لا أستطيع أن أقول لا يوجد هناك تقصير، هناك تقصير وتقصير كبير، لكن كذلك كالأب الذي أحيانا يجب عليه أن يرعى أسرته وأولاده بالمتاح، هناك حجم من المتاح أنا أقول لا يتم توزيعه والتصرف به على النحو لا الأمثل وإنما على النحو المقبول المعقول الذي يجعل دور هذه المؤسسات ملحوظا على الساحة، مشهودا له على الساحة. يعني كلما رأوا مكان ثغرة سارعوا إلى سدها ووضع أولوياتها. هذا أنا مع الأخ أبو صالح. محمد، عادنا إلى الجدل بعد الضربة الكيماوية
في الغوطة، نفس وجهة نظر محمد كررها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال أن النظام ليس من مصلحته أن يقوم بهذه الضربة الكيماوية، وهو متقدم في بعض المواقع عسكريا ويطرد الثوار من بعض المواقع، وبأنه سيجلب عليه ذلك الحنق والهجوم الدولي، فلما يقوم به؟ يعني كلام أخ محمد بيختلف عن كلام بوتين. كلام بوتين هو كلام مهرج، وهو يعلم أن النظام لم يكن متقدما على الأرض، والتقرير المخابراتي الفرنسي قالت الضربة، أصدروا تقرير من 5 نقاط، الضربة كانت لهدف تكتيكي، الضربة كانت لهدف تكتيكي هو فك الحصار عن دمشق بعد أن عجز بشار الأسد عن فكه، والضربة كانت وقام بعد الضربة استثمار مباشر بعمليات قصف لمحو آثار الضربة ولإحداث التقدم المطلوب. هذا ما تحدث عنه الأمريكان. والتقرير الألماني، التقرير الألماني بالأمس قال كلاما آخر، قال بأن الضربة كانت مقدرة بغير هذا، وأن هناك هذه المرة قال هم أكثر من 10 مرات مزجوا غاز السارين بغازات أخرى عديمة الأذى يعني وأطلقوها، لكن هذه المرة حصل معهم خطأ في تحديد نسبة السارين، هذا تقرير المخابرات الألمانية. وارتفعت نسبة السارين وارتفعت نسبة السمية فحصل هذا الذي حصل، وأنهم كانوا يعني يعملون على غير هذا، وأن الضربة جاء الأمر من بشار الأسد، وأن الصواريخ انطلقت 1 في 10 7 ملليمتر، انطلقت من قاسيون في دمشق نحو المناطق التي تم استهدافها. هذا كله أصبح الآن وثائق بيد العالم، يعني لا يستطيع إنسان أن يجادلنا في المحسوس، يعني هذه كلها صور، صور أقمار صناعية تلتقط هذه الصور وموجودة بين أيدي الخبراء. المجادلة في المحسوس لم تعد ممكنة. والمقارنة عفوا، هذه هنا دائما تجلب إلى الذاكرة تجربة العراق وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في عرض أدلة وهمية أصلا تبين بعد ذلك بأنها وهمية على امتلاك النظام. نحن الآن لا نعتمد على أدلة الولايات المتحدة أصلا. أدلة الولايات المتحدة يجب أن يكون دائما دائما المسلم والعربي والإنسان العاقل يجب أن يكون حاضر العقل، لذلك يجب أن نفكك الحالتين ونقارن بينهم. لا، احنا الآن في التجربة الأمريكية فقط للتذكير، كنا أمام كولين باول يعرض بعض الصور على مجلس الأمن لشاحنات بأن هذه هي الدليل على أن النظام العراقي كان ينقل السلاح الكيماوي من مكان لمكان. الآن الصورة ليست الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعرض الأدلة فقط، بريطانيا، فرنسا. يا سيدي اسمح لي ندخل الأوروبي. كما تفضلت ندخل إلى الحالة العراقية، لم يكن هناك استخدام ساخن لأي سلاح كيماوي. آخر استخدام للسلاح الكيماوي كان في حلبجة ب86 أظن أو ب87، أنا نسيت بالضبط. وهذه الحالة يتقاذف مسؤوليتها بين الإيرانيين وبين العراقيين. العراقيون يقولون بأن المسؤول عنها هم الإيرانيون، وهذا الغاز الذي استخدم لا تملكه العراق. أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذا التحقيق. نحن كنا نعيش الحالة العراقية بعد سنوات، في 2001 عندما كان بوش الصغير يتصرف كان الحالة قد مضى عليها 15 سنة. نحن الآن في سوريا نتحدث عن واقع حي ملموس عندنا بين أيدينا، أطفالنا على أيدينا، على أيدي آبائهم وأمهاتهم، أطفالنا الصرعى. هذه الصور ليست من الأقمار الصناعية. هل تعرف ماذا كيف خرجت الأمر بثينة شعبان؟ هذا خبر يجب أن أزيعه عبر قناتكم. بثينة شعبان خرجت على الإعلام وقالت لإحدى الفضائيات العربية الناطقة بالإنجليزية، قالت بأن هؤلاء الأطفال قد اختطفوا من قرى الساحل، هم أطفال علويون تثير الطائفية، هكذا بلغتها، وهذه المثقفة النظام، اختطفوا من قرى الساحل هم وآباؤهم وحشروا في سيارات وحملوا إلى مناطق الغوطة، وفي مناطق الغوطة تم إطلاق الغاز عليهم وقتلهم، وبالتالي تم عرضهم على أنها جريمة. هذا كلام السيدة بثينة شعبان مستشارة الرئيس، وزير إعلام الرئيس، وزير إعلام الرئيس عمران الزعبي، وزير عمران الزعبي وزير إعلام مجرم بشار الأسد على رأي الأخ إبراهيم السعودي.
يقول بالحرف الواحد من أول كلمة، يقول جريمة مفبركة مسبقا لا أساس لها من الصحة. بشار الأسد كما قلت منذ قبل نحن نثبت حالة إنكار كبير، أيوة نثبت الجريمة بالصور التي بين أيدينا. الجزء المكمل من أين خرجت الصواريخ، ما هي طبيعة هذه الصواريخ، هذا الجواب جاء من قبل الأقمار الصناعية، ألماني على فرنسي على بريطاني على أمريكي، هذه هي الشهادة التي يجب أن تكون ثابتة. بقي نقطة مهمة، أنا أريد أن يتعود العقل العربي وعقل المشاهد جميعا أن نفكر بالوقائع منفردة، لا أن نحمل والله أمريكا مثلا قتلتنا. طيب معلش الأخت المصرية، أنا أريد أن أجيب عن التبسيط والتصديق ابتسام. واستخلاص طيب الاستنتاجات. طيب سنة 56 أنا لا أدري ما هو عمرها، أنا في 56 كان عمري 9 سنوات، حفظان اسم الرئيس الأمريكي إيزنهاور، إيزنهاور الذي أمر البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين من خروج من مصر وتدخل لمصلحتهم وأهدى جمال عبد الناصر بيرق النصر في عيد للنصر في تشرين الأول أو تشرين الثاني، عيد للنصر اسمه في مصر عيد النصر، يحتفلون في ذكرى. صنعه الأمريكان هذا النصر، هذا النصر صنعه الأمريكان وأهدوه إلى زعيم القومية العربية أو رائد القومية العربية أو ما بعرف ليش في القومية، وليس حبا في العرب أكيد، أنا أريد أن في حينه غضبت على تفرد إسرائيل في اتخاذ القرار. أريد أن نتعود أن نفصل الوقائع، نتعود. الأمريكان ذهبوا إلى البوسنة وأخذوا على أيدي الصرب الذين كانوا يذبحون المسلمين هناك وهم الأمريكان. يجب أن نتعود في عقلنا العربي أن نفصل الوقائع، لأن نستسهل استخلاص ليس النتائج. إذا كان أمريكي معناته غلط، وإذا لأن اسمح لي هذه قضية مهمة في التفكير أخي جمال، معلش التفكير العربي النمطي هذا أو التفكير الذي تعود علينا عليه إنساننا بطريقة نمطية، التدخل الخارجي، أنا أريد أن أقول التدخل الخارجي كفعل سياسي يعني ينطبق عليه الأحكام الخمسة كما يقول الفقهاء، يكون أحيانا واجبا ويكون حراما أحيانا أخرى، يكون مندوبا أو مكروها، يعني لا يجوز لنا أن نسطح. جميل. عندما يتدخل جارك، اسمح لي، جارك مسيحي يهودي من أي ملة من أي دين، وصب عليك على بيتك إنسان مسلم اسمه محمد بن محمود ليستبيح عرضك ويسرق مالك، فتدخل جارك اليهودي لإنقاذك تقول له لا أنت يهودي لا تدخل بيناتنا، يعني هذا الفكر المسطح الذي يريد القوميون أن ينشئوننا عليه بأنه العدوان من ابن العم وابن القبيلة، يعني في بلاد الهند والباكستان يعني الزنا محمول إذا بين أولاد القبيلة، إذا ابن قبيلة زنى ببنت قبيلة ثانية تصبح جريمة، جريمة الجرائم وتقوم الدنيا وتقعد. هذا التفكير المسطح الجاهلي يجب أن نخرج منه، نحكم على كل واقعة بطريقة منفردة. نايف من الكويت سامحنا، نايف ينتظر كثيرا، تفضل يا نايف. ألو السلام عليكم. تفضل أخي نايف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي جمال؟ الله يبارك فيك، أنا مداخلتك يا نايف تفضل. ومسي على ضيفك استاذ سالم، حياك الله يا سيدي. اول شيء لازم نقرا التاريخ عدل، يعني اسرائيل ذبحت الشعب الفلسطيني من اول لاخر 50 سنة وفوق 60 سنة، ولا تحرك المجتمع الدولي ولا الامم المتحده ولا اي تحركات. زين بشار اسد سنتين هو يقتل شعب بالرصاص، يعني اللي ألعن من الكيماوي سنتين ونص، يعني يا بشار لو انك انت مو طالب كيماوي امورك بالسليم. اذا سؤالك بالتحديد يعني يا نايف ما هو بالتحديد؟ هو بالموضوع هذا. زين ما هو سؤالك؟ بشار اسد قام يقتل شعبه، الحين كيماوي تحرك المجتمع الدولي وادان سوريا ولازم التدخل وما التدخل والسوالف هذه. زين الحين المجتمع الدولي ما أدان إسرائيل 60 سنة وما أدان الأنظمة العربية لتتعاون مع إسرائيل ومع أمريكا وأوروبا. هذا السؤال يحير، لأن إحنا خلاص راح ندش. طيب راح نسمع الجواب إن شاء الله من ضيفي هنا في الاستوديو. شكرا لك يا نايف. عبد المعطي قبل عبد المعطي مع محمد ينتظر من السعودية، تفضل يا محمد. محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتي للأستاذ أبو الطيب الحبيب الغالي. الله يعافيك. بداية لا شك أن طور ليبيا القذافي
سيء جدا، وها هو حال طور ليبيا سوريا الأسد. لذلك فالطور القادم بإذن الله أقول للقوم الجيين العرب. ألو تفضل يا محمد. محمد نسمعك. الو محمد احنا نسمعك، ليش قطعت انت توقفت عن الكلام؟ محمد طيب اسمح لي يا محمد، رح ترجع مرة اخرى، نتمنى انك ترجع تتصل فينا مرة ثانية. حسن من ليبيا تفضل يا حسن. حسن تفضل يا حسن. حسن من ليبيا معنا. الو تفضل يا حسن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي والله انا احييكم واحيي قناة الحوار واحيي العاملين عليها والله، وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك يا حسن. واقول لكم والله لكم جزيل الشكر والله عن قضيتكم، عن تدافعوا عن القضية العربية وعن القاضي وعن القضية الإسلامية والله. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا لك. يا اخي وشكرا جزيلا الشكر. يا اخي والله انا يعني معلش اسمح لي عندي بس يعني اكلمك في النقطة على بالنسبة للمصري ونقطة بالنسبة للقضية السورية. يا اخي بالنسبة للقضية السورية انا يعني احمل وادين الشعب وادين السعودية والكويت والامارات الذي دفعوا بملياراتهم لقتل المصريين وحرقهم في الشوارع وزحفهم باللوابر وحرق الجثث يا اخي في في في, في الاماكن. يا اخي والله اقسم بالله مشهد لا يرضي الاسلام. وبالنسبه للقضيه المصريه وعندما يعني هم يعني اغشمهم الوقت واراقهم الوقت لما وافى السيد الرئيس محمد مرسي وقال لبيك يا سوريا هم وين السعوديين يا اخي سوريا. وبالنسبه لسوريا ما سؤالك بالنسبه للموضوع السوري؟ طعنونا في الدبسي والكذب فوق يا اخي يا شعوب العرب، اين العرب اللي تحكون عليهم؟ والله اقسم بالله ما في عرب. بالنسبة للقضية السورية أنا أقول للسوريين والله الحق إن شاء الله قادم، وإن شاء الله سيزول بشار وسيزول عصابة بشار والقفر الذين يدعمون بشار. طيب شكرا لك يا حسن. عبد الله من السعودية تفضل. عبد الله أيوة تفضل يا أخي عبد الله. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ جمال. الله يحفظك يا عبد الله، تفضل. ارحب بالاستاذ العزيز الاستاذ زهير، حياك الله يا اخي. وحشه والله يا رجل. اهلا بك. اولا طال عمرك، الضربه باذن الله قادمه الضربه قادمه باذن الله تعالى، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ سوريا ويحفظ الشعب السوري. وودي اسال الاستاذ العزيز زهير، هل تتوقع التدخل السوفيتي باي شكل كان؟ لك تحياتي وتقديري. شكرا لك. مازن من بريطانيا تفضل. مازن من بريطانيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية. تفضل يا أخي. مع أنني ضد نظام الأسد وجنوده 100%، ومع أنني ليس في موقع تكفيري لأكفر الأسد وجنودهم حينما يقولون لا إله إلا الأسد، إلا أنني أرجع إلى السيرة النبوية ومن بعده علماءنا وشيخنا. فمثلا أرجع إلى إسماعيل حنية حين يقول نحن ضد ضرب سوريا، وأقول إن قامت الضربة الأمريكية على سوريا على الائتلاف السوري والجيش الحر أن يهاجموا جنود النظام في دمشق وأن يستحلوا دمشق قدر ما يستطيعون وأن ينسوا معركتهم في أرياف دمشق، هذه فقط لمضيعة الوقت، يجب أن يدخلوا في دمشق. وأقول للسعودية وأقول للملك السعودي، يعني كل هذه الأسلحة التي تشترونها وآخر معركة قمتم بها والله أعلم أنها معركة أحد، لماذا هذه الأسلحة تتكدس عندكم؟ اعطوها للجيش الحر أو للسوريين ليدافعوا عن نفسهم. مازن شكرا لك. عبد المعطي من إيطاليا تفضل. عبد المعطي أيوه أستاذ جمال، إذا بتتكرم علي فقط أريد أتكلم على موضوع الأنفاق اللي قام السيسي بتهديمها خلال الفترة الأخيرة. إحنا يا عبد المعطي اسمح لي، عبد المعطي إحنا عنا ما زال ساعتين إن شاء الله للموضوع المصري،
سنفرد الساعتين القادمتين للمشهد المصري كاملا. إذا في عندك سؤال الآن في المشهد السوري تفضل. والله هو مش سؤال ولكن تعليق صغير ولا ربما يحمل سؤال. تفضل. بالنسبة لموضوع الإخوان في سوريا، يعني أنا في رأيي إنه الأمن القومي السوري مرتبط بالدرجة كبيرة بالأمن القومي العراقي. أنا في رأيي إنه يجب علينا أن نقوم بحشد إعلامي أكبر لمد جسور استقامة إخواننا الشيعة في العراق لكي يتحرقوا على أوضاعهم الميؤوس منها. يعني الأوضاع عندما يقول مجلس النواب تبعهم 50% لا يقرأ لا يكتب، ويريدون أن يوفر لهم رواتب تقاعدية ويصرفون لهم مليار عندما تكون. وهذا ما يعني ما علاقته بتحريك الملف السوري أو مثلا تحريك الملف السوري؟ هنا بيت القصيد. الأمن القومي السوري مرتبط ارتباط كلي بالأمن القومي العراقي. ارتباط هؤلاء بلدين في مجموعة من الأنهر بيجعل الترابط بينهم أقوى من أي منطقة أخرى. يعني جغرافيا هذا بأضف إلى ذلك إن أنتم أي تحرك على جبهة العراق سيسحب البساط من تحت إيران وسيجعلها مشغولة بشكل أكبر في توفير الحماية للنظام المالك الذي يدعمها. فمد جسور الثقة مع إخواننا الشيعة إعلاميا. وجهة نظر واضحة يا عبد المعطي، سأنقلها لضيفي هنا في الاستوديو أستاذ زهير سالم. شكرا لك. أعود لي متابعة الأسئلة. ابتسام سألت أنه الضربة الأمريكية، هذه الضربة الأمريكية لن تأتي بخير، الضربة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لها أهداف، واقترحت قالت أن كان الأمريكان فعلا يريدون مساعدة الثوار فعليهم أن يدعموا الثوار بالسلاح. يعني أنا طب أليس من الممكن فعلا بدل أن تضرب أمريكا أن تدعم الثوار دعما حقيقيا؟ نعم، وتجعلهم هم يؤدون المهمة بأنفسهم في القضاء على نظام الأسد. أنا أجبت عن شق من هذا بأنه الفعل لا يحسب بهوية فاعله. الفعل الجريمة ولا الفعل إن كان جريمة وإن كان فعلا صائبا يقوى. يعني الآن دعم الثوار هو مطلب ونادى به السوريون طويلا من قبل. مع الأسف أمريكا وغير أمريكا الكل تأخر، وكل الأخوة المتداخلين يشعرون بالتدخل بالتأخر الذي يحدث. الآن في الحديث عن توجيه هذه الضربة أنه سيتم دعم الثوار بأسلحة مكافئة وربما لاختصار المسافة نحو سوريا التي نريدها. عزام يقول كلام صحيح. الضربة ذهب منها عنصر المفاجأة، فلماذا تأخرت كثيرا؟ أسأل أنا عن ضربة العراق، كم تم التحضير لها؟ يعني أنا ونحن دائما نستحضر أنه العراق وكذا تجارب السابقة، يعني وحتى تجارب أيضا كنت أتحدث معك عن ضرب نظام يوغوسلافيا السابق ونظام صرب البوسنة، أيضا أخذ الأمر عامين. كل شيء مرصود، عنصر المفاجأة يكون حاضرا عندما يكون هناك توازن بين الخصمين أو بين العدوين المتقاتلين. يعني نحن لا نريد أن ننفخ من أمريكا ونصورها لا سمح الله قدر مهيمن على العالم، لكن هي قوة عظمى بالنسبة للشأن السوري. أظن أن عنصر مفاجئة ليس كبير أهمية في سياق الحديث المطلوب. تحدث عن الجيش الحر بأن بعض الجرحى لدى إسرائيل، هو قال أنفي أن يكون هناك أي يعني هناك جرحى. أنا لا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن أنفي، أيضا الكلام يتردد عبر صفحات الفيسبوك ولا سيما بعض الذين يسقطون في مناطق حدودية، وبعض الأطفال قالوا عولجوا هناك. يعني هذه حالة أنا ليس لي علم بها، ولكن يعني حتى من الناحية الإنسانية، يعني لو كان هناك طفل سوري جريح أو كذا عولج في أي مكان في العالم أنا لا أرى فيها. في زاوية في عنصر المفاجأة تحدث عنها أيضا أبو بشير من السويد، وهي نقل النظام السوري. ما تردد من أنباء عن قيام النظام السوري بنقل عدد كبير من المعتقلين إلى أماكن ربما تكون أهداف يستخدمهم فيها كدروع بشرية. نعم، وهذا تردد كثيرا، وهذه جريمة حرب إضافية سيرتكبها النظام إذا حصل هذا. وعلى المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية، يعني ماذا يستطيع أن يفعل الشعب السوري حيال هذا؟ الشعب السوري شعب مغلوب على أمره الآن، وبشار الأسد ما زال يتفنن في أساليب القتل. نحن عندما نتذكر القتل الذي استخدم في سوريا بكل الأدوات التي وصلت إلى أيدي بشار الأسد، هذا يجعل من الأهمية بمكان أن نتفهم الأبعاد التي يعيشها الشعب السوري، وهو يعني يقاتل
نظاما أو حاكما مجرما قاسيا ليس لديه لا قيمة ولا أي معيار، لا يرقب في الشعب السوري إلا ولا ذمة كما يقول القرآن. سؤال نايف مهم جدا على اعتبار من الكويت، على اعتبار بأن هذه الفكرة ترتبط بما تحدثت عنه بالفكر التسطيحي التبسيطي الاستنتاجي، أنه إسرائيل تظلم ليل نهار، لم يتدخل يعني العالم ولم تتدخل أمريكا قيد أملة في ردعها عن عدوانها الذي ما زال مستمرا، ومع ذلك يتحرك المجتمع يعني الدولي لضرب الأسد. الأمريكيون موقفهم ظالم في فلسطين من تاريخ القضية الفلسطينية، وكون الأمريكيين ظالمين للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وعلى طول الخط لا يمنع أن يكون لهم موقف آخر في مكان آخر. يعني نحن نعلم أن الأمريكان عندما احتلت الكويت من قبل صدام حسين وكان صدام حسين ظالما، كان لهم دور في إعادة الكويت إلى أهلها إلى أصحابها، ولم يقل لهم الأشقاء الكويتيون يومها اذهبوا حرروا فلسطين قبل أن تحرروا لنا الكويت. يعني أنا أعتقد أن استخدام المسلح القضية الفلسطينية ونصرة أمريكا للجانب الإسرائيلي مسلمة بيننا ومنكر بيننا جميعا، لكن ضرب الأمور بعضها ببعض يعني ليس من الحكمة في شيء. عبد الله من السعودية، هل تتوقع قال كأنه سيناريو السوفييت أن يكون السوفييت لهم دور؟ أولا كلمة السوفييت نحن نقول السوفييت انتهوا منذ تسعين ويقصد الروس. الروس الآن بشكل ملفت الحقيقة يحشدون قطع أسطول أكبر في شرق المتوسط على في الموانئ السورية، وتحركت قطع كبيرة. التساؤل هذا أثارته CNN الأمريكية، ماذا يريد الروس؟ بوتين صرح بأنه لا يريد أن يدخل معركة، ولكن يبدو أنه الآن يمكن إذا أحصينا تبلغ القطع البحرية قرابة 10 قطع، ولا يزال العديد منها يتحرك. هل سيقدم الروس على تحدي الولايات المتحدة؟ بعض الناس يقول متابعة، بعض الناس يقول استخبارية، بعض الناس يقول تقديم خدمات لوجستية للنظام، خدمات معلومات، يعني كثير التحليلات كثيرة. لم يصل بأحد الخيال العلمي إلى أن يقول ممكن الروس أن يفاجئوا الأمريكان بضربة اعتراضية، لم يحصل هذا، لكن هذا مطروح والناس يتداولونه. دعني أخذ كل التليفونات التي تنتظر على الهاتف حتى نجيب عليها مرة واحدة. أبو خالد من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك وحيا الدكتور زهير. حياك الله. الله يبارك فيك يا أبو خالد، تفضل. بالنسبة لتأخير الثورة السورية أتت من سبب الثوار أنفسهم، قاموا بتربية الدقون وأسماء الكتائب بأسماء الصحابة، هذه تبحث عنهم أوروبا من زمان تبحث عن الأشياء هذه، فلن تتركهم. وإذا مسك العربي، إذا مسك عصا أو بندقية بسيطة قام يرقص فوق أعلى منطقة أو فوق دبابة وسيقتل أمريكا وسيقتل إسرائيل. ما لديك أسلحة ولا لديك وجهة نظر أبو خالد، يعني الثوار إذا لم يستعينوا بالله ولم يصرخوا، هذا مش الثوار اللي قالوا سموا هذه خيار الشعب السوري. ألم يقول الشعب السوري ملنا غيرك يا الله؟ ألم يختر هو الشعب السوري؟ على كل حال أنقل هذه وجهة نظر لضيفي هنا في الاستوديو الذين ينتظرون على الهاتف، أرجو أن يحد. عندك سؤال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة ووقضوا حوائجكم بالسر وكتمان، مو بيسوون الطريقة هذه. وبالنسبة للإيرانيين على الخلص سيدخلون من جميع الأبواب، جميل جميل، أمريكا على المنافذ، فليحذروا منهم الثوار وليجلسوا لهم في الطرقات ويقومون بتصفيتهم تكتيكيا. جميل جميل، وجهة نظر يا أبو خالد، شكرا لك. أحمد من بريطانيا، وأتمنى يعني مباشرة توجيه سؤال هنا لضيفي في الاستوديو أو مداخلة قصيرة، تفضل يا أبو يا أحمد. تحياتي لك ولضيفك الكريم. حياك الله يا أخي. الله يخليك يا رب. يعني بدي تفسير إذا ممكن أو بجرأي الأستاذ زهير سالم، يعني تحدث قال أنه نحن لازم ما ناخد أنه رأي عن أمريكا أنه سيء بكل أفعالها، ويجب أنه نقسم بين كل القضايا والمواضيع. يعني السؤال هو بشكل الثاني، يعني التاريخ
يعني بيأكد لنا أنه الأمريكان والغرب استخدموا الأسلحة الكيميائية في عدة أماكن، وهن أنكروا هالشيء بهذيك الفترة نتيجة مصالحهم الشخصية مع تلك الدول، وهم استخدموا يعني المجازر وعطوا غطاء لإسرائيل والكيان الإسرائيلي أيضا. إذن هل يستطيع أستاذ زهير سالم أن يقول بهذه القضية بموضوع سوريا بأن هناك مصداقية حقيقية من يعني للموقف الأمريكي؟ شكرا لك يا أحمد، سؤال واضح. خالد ألمانيا، تفضل يا خالد. تفضل يا خالد. السلام عليك يا أخي عدنان. جمال معك يا خالد، تفضل. يا أخي جمال، تفضل. زمان ما طلعت علينا. الله يبارك فيك، كنت في إجازة والآن عدنا لكم إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك. تفضل يا خالد بسؤالك. أول شيء يعني السؤال هو إنه يعني ما شاء الله المفكرين السوريين للداخل وبالخارج، في منهم كتير اللي بيستدعوا الأجنبي من مكان، ها؟ يعني نحن شفنا بالعراق وغيره بليبيا شو صار. بس أنا يعني إنه الأخ سالم وعطول هو بيقول لي إنه أنت بلبنان وغير بلبنان وشو صار بلبنان، وهي إذا أنتوا تستدعوا أمريكا علشان تضرب سوريا، ما هذه كلمة النظام إنه يضرب النظام، هاي كلمة فضفاضة. لأنه بالعراق ما ضربوا النظام، ضربوا العراق كله، بالليبيا ضربوا العراق كله جميعا. إذا بالتالي من يعني بوجهة نظرك إنه منش يا أخي إنه، وأنا بقول لك من هلا إذا هاي أنا وهاي الأخ سالم وهي إذا بتضرب سوريا أمريكا سوريا يعني مستحيل تضربها. طيب هذا أوباما بده حدا ينزله على الشجرة. طيب شكرا لك يا خالد، العالي وبطل. شكرا لك. فأبو وليد من فرنسا، تفضل يا أبو وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي الحقيقة لا يستطيع أحد قولها. الذي يحدث في سوريا هو النظام العالم الجديد، يعني يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى لإقامة هيكل سليمان ولتصبح إسرائيل العاصمة العالمية. وقال لأحد رجال المخابرات أعرفه هنا جدا، قال لي بأن بشار الأسد هو مصون من 33 درجة، هو الذي يحكم حكام الخليج. وما علاقته هذا ما علاقته هذا باحتمالات الضربة العسكرية من وجهة نظرك؟ الضربة العسكرية لن تقوم حتى تقوم الساعة. لماذا؟ بشار الأسد سيخرج مكرما منصورا في هذه الحرب لأنه مصوني من 33 درجة. طيب شكرا لك يا أبو وليد. أحمد من هولندا، أحمد من هولندا تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أحمد. تحياتي لك أستاذ جمال والأستاذ زهير. حياك الله يبارك فيك. أنا بس عايز يعني أقول الناس اللي بيقولوا ده ضربة لصالح إسرائيل، هو من إمتى بشار الأسد ضرب إسرائيل؟ بشار الأسد الجولان محتلة، اتضربت المنصات الصواريخ عنده أكتر من مرة وقتل ضباط وجنود، وعمره ما كان ضد إسرائيل ولا عمره هيضرب إسرائيل. أنا مش عارف يا أخي، الحكام العرب بطغيانهم وجبروتهم وقتلهم لشعبهم اضطرونا نقبل أشياء كانت مبدئية عندنا، حطمونا داخليا يا أخي، حطمونا من داخلنا، بقينا نقبل إن أمريكا تضربهم وتضرب سوريا، بلد زي سوريا عزيزة علينا، لمجرد هنعمل إيه؟ عاجزين يا أخي، بيقتلوا بلا شكرا بعد. شكرا لك يا احمد، مداخله واضحه جدا. استاذ زهير سالم، مازن من بريطانيا سال انه اسلحه السعوديه لماذا لم تستخدم يعني في في في
سوريا؟ عندنا خمس دقائق نحاول أن نجيب يعني على كل ما تبقى. السؤال يطرح على السعوديين. نحن نعلم أن السعوديين في إطار مساعدة الثورة السورية يعني يقومون بدور إيجابي يجب أن يذكر ويشكر. لكن يعني لا أستطيع أن أجيب كل الجواب. عبد المعطي يقول لماذا لا يعني تمج سور الثقة للشيعة في العراق حتى يغير موقفهم موقف الحكومة العراقية وبالتالي يغير الموقف العراقي الموقف السوري؟ يعني أنا عجبني كلام الأخ عبد المعطي في قاعدته هو أن الأمن القومي العراقي والأمن القومي السوري متداخلان متماسكان أشد التداخل. يعني نظرية الأمن العراقي السوري والعراقي الواحد هذه نظرية سليمة. عروبة العراق وعروبة سوريا أمر جوهري، وهذا ليس فقط أنه بيننا نهرين ممتدين، نحن خريطة ديمغرافية واحدة. يعني العشائر العربية التي نزلت سوريا كثير منها نزل العراق وما زال بيننا مشتركة ونسب وأصل فقضايانا المشتركة كبيرة. الآن الصراع الطائفي برز على السطح في المنطقة بعد قيام ما يسمى ثورة إيران، وهذا الحكم الذي أخذ طابعا مذهبيا وطائفيا. كنا نتمنى أن ينتصر هؤلاء المذهبيون على أنفسهم في طهران. اليد ممدودة لكل شيعة العرب في العراق وفي كل مكان أيضا، لكل الشيعة الذين يريدون أن ينتصروا على المذهبية الطائفية. نحن قلوب منفتحة، نحن نستطيع أن نتعايش معا، لكن بشرط أن تأتي الخطوة من الطرف الآخر. يعني أبو خالد يتحدث وكأن الثورة السورية بدأت تريد أن تخدع العالم، تقول له نحن فئة معينة علمانية أو هكذا، فتعالوا دعمونا وانصرونا. يعني هو لماذا أبو خالد أخذ الملحوظة الجانب السلبي بأنه أحيانا الثوار ظهروا بمظهر يريد أن يقول أخاف الغرب، أخاف والغرب الآن يتخوف من المشهد الإسلامي ومن المظهر الإسلامي. طبعا اللحية في الغرب ليس لها دلالة، الآن نحن هنا نمشي في بريطانيا تقريبا ثلث الناس لهم لحى ولحاهم طويلة وبعضها كثة مخيفا. يعني اللحية ليست هي المشكلة، لكن هو أشار حتى عن الشعارات وأسماء الكتائب وأسماء الألوية. يعني نحن نقول الحكمة جميلة، لكن هذه هي أيضا عناصر هوية، عناصر تقوية بالنسبة للثوار، يجب علينا أن نتمسك بها إلى أبعد الحدود. أحمد يقول هل هناك مصداقية للموقف الأمريكي بعد تاريخ أمريكا كما يقول في القيام بمجازر واستخدام؟ يعني هو الأخ أحمد تكلم كلام صحيح، وهو إذا كان قد فهم مني على أنني أريد أن أعطي أمريكا مصداقية بكرت مفتوح أو أنزع عنها المصداقية بكرت مفتوح، بيكون أنا تعبيري كان خاطئ. أنا أقول ندرس كل واقعة في واقعتها، قد يصدق الكذوب وقد أحيانا يكذب الصادق. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن إبليس صدقك وهو كذوب. إذن قد يكون هناك في بعض الأحيان تقتضيك الظروف أن تكون لك مصلحة مع طرف ما، أنت يكون عقلك حاضرا تقيس الموقف تحسب أبعاده ثم تتصرف على أساسه. وأنا لم أعطي لا الأمريكان ولا غير الأمريكان، أنا أقول الروس فعلوا في هذه الأمة وفي تاريخها القديم والحديث، لأن تاريخ الروس أقدم من تاريخ الأمريكان. من إحنا عنا في بين ظهرانينا في الشام، وفي الشام أقصد سوريا والأردن وفلسطين وفي العراق وفي الحجاز، أخوة لنا من شعوب الشيشان هجرهم الروس القياصرة ثم الروس البلاشفة من بلادهم، يعيشون بين ظهرانينا مثلهم مثل إخواننا اللاجئين الفلسطينيين. يعني لأن نحن عندما نذكر أخرجوا فقط لأنهم يقولون ربنا الله، لا يجوز أن ننسى هذا. الروس أعداء هذه الأمة، وفي لكن الدعاية اليسارية والماركسية التي ضربت عالمنا العربي في هذه طوت كل مخازي الروس وكل جرائم الروس بحق هذه الأمة. يجب أن نذكر أن الروس هم أعداء أعداءنا. حتى في معاركنا من سنة 67 حتى الآن الروس كانوا عنصرا مخذلا، كانوا يعطون العرب، أعطوا عبد الناصر كما أعطوا سوريا السلاح الذي يمكنهم بالدفاع عن أنفسهم بالحد الأدنى وليس بتحقيق النصر لخلع عدوهم، وكان هذه هي استراتيجيتهم التي ما زالوا يفتخرون بها حتى اليوم. وربما المتصلين الأخيرين لم يكن لديهما سؤال لما تعليقات. على كل نختم معك أستاذ زهير سالم، هل الثورة السورية فعلا الآن أصبح الحدث الأبرز انتظار ضربة أمريكية هو المحدد لانتصارها وهو المنعطف الحاسم في تاريخها، وهل يجب أن يكون ذلك فعلا المحدد لانتصارها أو هزيمتها؟
جزاك الله خير. سؤال جوهري وأساسي ومهم، وأنا قلت منذ 10 أيام وأعيد، يجب أن لا يكون هذا الانتظار مغلقا علينا الأبواب، لا موقفا نفسيا ولا عقليا. لا يجوز لنا أن ننتظر بأي حال من الأحوال ما يفعله الآخرون. يجب أن تكون استراتيجيتنا ماضي على الأرض، مشروعنا ماضي على الأرض. هذا الفعل التكميلي الذي يأتي ليوازن التدخل الإيراني وهذا نسيه الناس، وتدخل حزب الله وهذا نسيه الناس، والتدخل الروسي وهذا نسيه الناس، يأتي فعلا مكملا، وألا نعقد الأمل عليه وألا نجعله محور جهدنا الأساسي. يجب أن نسقط من حياتنا كسوريين وكعرب وكمسلمين في كل الأطر فقه الانتظار، أن ننتظر ما يفعله بنا الآخرون. كل الذين فهموا مني في هذا اللقاء وفي غيره بأننا نحن الذين استدعينا أو طالبنا بالتدخل الخارجي، هم لا يستطيع يعني لم أو أنا لم أنجح في تقريب الأمر إليهم. هذا الآن التدخل الخارجي استدعاه بشار الأسد بما ارتكب من جريمة رعناء يعني ترتعد لها القلوب والفرائص على المستوى الإنساني. هو الذي يستدعي هذا التدخل وليس نحن، وليس بمقدوري أن أقول لبشار الأسد أمامك فرصة أخرى للقتل فاقتل ما تشاء. أنا لا أستطيع أن أقول له هذا الكلام. مدير مركز الشرق العربي الأستاذ زهير سالم، شكرا جزيلا. شكرا لك. كما أشكركم أعزائي المشاهدين. على رأس الساعة نعود لنلتقي ثانية لنفتح الخطوط لكم للإدلاء بوجهات نظركم في آخر تطورات المشهد المصري، فابقوا معنا. حياك الله في جميع.